I love you. Oh, I love you too. وكمان بالتيست اوف ذا ميدل ايست عرب الفن والموسيقى يوسف حارب كثير مبسوطه التقيت. ثانك يو ثانك يو اليك ثانك يو يمنى اهلا وسهلا فيك انت. قد ايه مهم ينجمع كل ثقافات الشرق الاوسط بمكان واحد؟ انا كثير انبسطت، هي اول مره انا بيجي بصراحه، بس اجيت اشوف شو عم بيصير وجيت اعطي سبورت لهمسه وهشام. كثير ام براود اوف ذيم وات ذير دوينج، حرام شغالين شغل حلو وكل شيء منظم وكل شيء كثير كثير حلو، والناس يعني حلو انه يجمعوا الناس الجاليه العربيه مع بعض، هذا شيء نحن بنفتخر فيه اكيد، وبنفتخر بالناس اللي بيقوموا على هيك اعمال. انتبه هذا الشغل بده تنظيم وبده تحضير. ايه طبعا اكيد جاد بلس ذيم، الله يعطيهم العافيه. نحن مقبلين من بعد سلسله حفلات جدا ناجحه، مقبلين على حفله منتظره للقيصر قادم الساهر ب 18 اوف اوغست بتورونتو. القيصر كاظم مع حفظ الالقاب رح يكون عنده تور، رح يبتدي بتورونتو ورح نطلع بعدين نبتدي باوغست 18 بتورونتو بالباراماونت سنتر، وبنطلع بشيكاغو اوغست 20، عم جرب اتذكرهم لانه بعدين عندنا ديترويت اوغست 21 بالفوكس ثياتر، وسم الله التذاكر اولموست سولد اوت، وبعدين بنرجع بنروح على واشنطن باوغست 26، نرجع 27 اوغست نيو جيرسي، وزدنا حفلتين زياده، وحده باريزونا سبتمبر 2، وحده بتيموكولا قريب من سان دييغو قريب من اورنج كاونتي سبتمبر 4 بباتشانجا كاسينو ريزورت. ان شاء الله بنلاقيكم، واكيد نحن سمعتوا بالفستيفال اللي نحن اوريدي عملنا لانش معنا كل الفنانين، رح تكون بتولوم مكسيكو.